اسمك ايه؟ عبد رب النبي. عبد رب النبي ان شاء الله. عبد رب النبي ايه؟ يلا يا رضا. عبد رب النبي موت. منين يا عم عبد رب النبي؟ الشرقية. هكون منين؟ منين من الشرقية؟ ما كنا من الشرقية. من عيلة السدر. متجوز؟ اه ان شاء الله. عندك اطفال؟ عندي ثلاثة. ثلاثة؟ اه. انت شغال؟ لا شغال. ابك قد ايه؟ بقالي 30 سنة. 30 سنة. الأطفال دي في المدارس ولا؟ في المدارس. كم طفل عندك؟ عندي ولدين وبنت. ولدين وبنت؟ في سنة كام وكام؟ أولى إعدادي خمسة ولسه أولى إعدادي. شغال هنا يومتك كام بقى؟ باخد 70 جنيه. 70 جنيه؟ بيكفوك مصاريف؟ لا مش مسألة بقى كده دلوقتي، أنا بشتغل مثلا يومين وعشرة قاعد. اشتغل هنا يومين وعشرة ايه؟ انا بالارزاي. انا بالارزاي بشتغل يومين تلاتة والبقى اقعد في البيت. بتقعد ليه بقى يعني؟ هو مفيش شغل، مبقاش في شغل. كل ما في حمام من دية بقى تلاتة اربعة شغالين، بيشتغل يومين وعلى كده والبقى قاعد مبلاقيش شغل. واللي يا دوب اليومين اللي بشتغلهم يا دوب اكل واشرب بوط. مرتب ايه بقى؟ عايزين يتأمن علينا، عايزين فرن زي الناس كده اللي شغاله دي ويتأمن علينا. فرن ده بكام؟ بيعمل له بقى بتاع 250,000. عاوزين ارضيه وعايزين موال يعني. وانتوا مش معاكم فلوس تشتروا الفرن ده ولا ايه؟ لا ما معناش، لا ما معناش السيوله اللي تكفي. كان معانا نجيب الفرن ما معناش الارضيه. نجيب الارضيه. مبسوط بالشغل ده يا عم عبد النبي؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ الاكل العيش مر. اكل العيش مر طبعا. لا لاقين وظيفه ولا لاقين حاجه. هو دي أكل. انت اصلا عندك كام سنه؟ عندك 40. عندك 40. شغال بقى قد ايه في الشغلانه دي؟ بقالي 30. بقالك 30؟ يعني من وانت عندك 10 سنين؟ انا عندي 10 سنين. يعني انت خرجت اصلا من المدرسه ما كملتش تعليم؟ اه